الاستيطانية الشرسة التي يشنها الاحتلال على القدس. سلوان حي فلسطيني يقع في القدس الشرقية. السلطات البلدية الإسرائيلية وافقت مؤخرا على بناء مبنى سكني من 3 طوابق للمستوطنين اليهود بالحي. المستوطنين مقدمين ترخيص ل بعرفش كم سكني عندنا بالحارة بنفس المنطقة هوني، فمصدقين ومعطينهم يعني احنا يعني على اي اساس يعني مش عارف. احنا طبيعي احنا عندنا 30 سنه بنقلب بدنا ناخذ رخصه بدنا نحط، ومش انا لحالي وكل البلد تقريبا بتقدر تجمع انت كل البلد تشوف انه مش حدا معاه رخصه، مفيش حدا قادر يجيب رخصه. الحي القريب من المسجد الاقصى المبارك يسكنه حوالي 50,000 فلسطيني، ويعيش بينهم 100 المستوطنين الذين يشكلون 21 عائله بالحي الذي يسمونه أبشلوخ، بعد ضغوط الجماعات المناصرة للاستيطان التي تعتبر الموافقة الأخيرة تصحيح لخطأ تاريخي. الجماعات المناصرة للاستيطان تدعي أن تلك القرارات هدفها استعادة أملاك يهودية منذ القرن 19، في الوقت الذي تؤكد فيه السلطات الفلسطينية أن إسرائيل تسعى لتغيير الخصائص السكانية بالمدينة المقدسة. يجري في سلوان بجانب المسجد الأقصى المبارك يؤكد مرة أخرى بما يدعم مشاعر الشك بأن هذه الحكومة ماضية قدما في تنفيذ برنامجها بجلب المستوطنين الاستعماريين وإحلالهم مكان المواطنين الفلسطينيين من أجل ما يتم الحديث عن الديمغرافيا في المدينة المقدسة. القدس الشرقية المحتلة منذ عام 67 تعتبرها سلطات الاحتلال جزءا من عاصمتها بالرغم من الرفض الدولي. في المقابل يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم، ووسط كل ذلك تتصاعد مخاوف أصحاب الأرض مع كل قرار لبناء مستوطنة جديدة من إهالة التراب على حلمهم وحقهم. استأنف مستوطنون يهود صباح اليوم اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة الاحتلال. وقال شهود مقدسيين إن اقتحامات المستوطنين تواصلت اليوم من باب المغاربة بمجموعات صغيرة ومتتالية تضم عددا من المتطرفين، في حين تصدى المصلون لهذه الاقتحامات بهتافات التكبير الاحتجاجية. استنكرت جامعة الدول العربية بشدة تولي إسرائيل رئاسة اللجنة القانونية السادسة إحدى لجان الجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلة عن مجموعة دول غرب أوروبا ودول أخرى. وفي بيان لها اعتبرت الجامعة العربية رئاسة إسرائيل لهذه اللجنة كارثة كبرى وتتناقض تماما مع مهام ومواصفات رئيس هذه اللجنة، وشددت على أن اختيار إسرائيل أمر لا يتسق مع المنطق لكونها دولة تحتل الأراضي الفلسطينية والعربية، ودأبت على مخالفة كل قواعد القانون الدولي وانتهاك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. حذرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في سوريا من أن تنظيم داعش يواصل ارتكاب أعمال إبادة ضد الأيزيديين الناطقين بالكردية في العراق وسوريا. وطالب رئيس اللجنة مجلس الأمن الدولي إلى نقل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية وإلى اتخاذ إجراءات لحماية هؤلاء السكان، مضيفا أن تنظيم داعش يخضع كل امرأة وطفل ورجل يأسره لفظائع مروعة. وذكرت اللجنة المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن داعش ما زال يحتجز حوالي 3,200 أيزيدي معظمهم في سوريا. أكد زعيم حزب الجمهوريين الفرنسي نيكولا ساركوزي الحاجة إلى عقد مؤتمر دولي كبير من أجل إعادة إعمار سوريا مع أسلوب جديد في الحكم يحترم فيه التنوع. وخلال كلمته أمام المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ، قال الرئيس الفرنسي السابق إنه لا يمكن تسوية الأزمة السورية دون الدور الروسي، داعيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بذل قصارى جهده لتوحيد التحالفات المناهضة للإرهاب. وأضاف ساركوزي أن الرئيس بشار الأسد لا يمكن أن يكون مستقبل سوريا لأنه يتحمل وزر سقوط 250 ألف قتيل. Le leadership du président Poutine n'est contesté par personne. قال مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان إيجلاند،
قال إن توصيل المساعدات إلى المدن السورية حقق تقدما كبيرا، بينما يمثل تطبيق هدنة في حلب لمدة 48 ساعة وإمكانية الوصول إلى كل المناطق المحاصرة نقطة تحول محتملة. وأضاف إيجلاند أن مجموعة العمل الدولية للشؤون الإنسانية في سوريا تعتبر الوصول إلى داريا ودوما المحاصرتين نقطة تحول في القدرة على الوصول إلى المناطق المحاصرة أو تلك التي يصعب الوصول إليها. قالت القوات العراقية إن عناصرها اشتبكت مع مسلحي تنظيم داعش الإرهابي بمناطق في حي نزال وسط مدينة الفلوجة. وأوضحت عمليات تحرير الفلوجة أن قوات مكافحة الإرهاب مدعومة بالجيش وصلت تقدمها بالحي الصناعي شرقا باتجاه حي نزال في مركز الفلوجة الذي يضم عددا من المقرات الحكومية. وتقدر القوات العراقية قتل تنظيم داعش بأكثر من 700 قتيل منذ انطلاق معركة الفلوجة في مايو الماضي. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا تحسين طه مراسل النيل الأخبار من بغداد. تحسين، كيف تتابع الصورة وتطورات الأوضاع ميدانيا تحديدا في الفلوجة؟ نعم، أهلا شاهدينا القوات الأمنية العراقية بعد أن أحرزت تقدم اليوم وأمس، يعني ليلة أمس واليوم بالتحديد في أرض عن الغربي بالتحديد في منطقة الحلافسة، عندما استطاعت أن تسيطر على منطقة الحلافسة والمناطق التي واقعة ما بين الحلافسة والفلوجة وما مركز الفلوجة ثم الحلافسة التابعة على القضاء. وأيضا هنالك تقدم حدث على مستوى المقاطع الجنوبي وبالتحديد في منطقة خضر الخضر وأيضا يعني بستان سكريتي، هذه المناطق تم السيطرة عليها. أيضا هنالك كانت سيطرة على مناطق جديدة وهي منطقة النزال، هذه المنطقة التي أيضا تقع في الجانب الجنوب الشرقي. يبدو أن أكثر تركيز القوات الأمنية يكون في الجانب الشرقي الجنوبي كونه يعتبر كما يقول القادة يعتبر في كثير من المناطق وفيه قرب باتجاه المناطق الآمنة التي وفرتها لخروج المدنيين الذين هم في داخل المدينة. هنالك حتى المعابر التي تم توفيرها جميعها تقع تقريبا أو أغلبها هي في الجانب الجنوبي الشرقي، وبالتالي هنا العمليات تتمركز في هذا القاطع أكثر من المحاور الأخرى سواء كانت الشمالية أو الغربية. نعم، أشكرك شكرا جزيلا مراسل النيل من بغداد الزميل تحسين طه، و نعتذر عن رداءة الصوت من المصدر. قتل 10 أفراد من القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية في هجمات انتحارية نفذها تنظيم داعش الإرهابي في بلدة أبو قرين غرب مدينة سرت. بالتزامن عززت قوات حكومة الوفاق مواقعها على أطراف مدينة سرت وصدت هجمات أخرى لداعش خلال محاولته استرداد ميناء سرت التي حررتها القوات الليبية الأسبوع الماضي. يأتي ذلك في حين نفذ سلاح الجو الليبي غارات على المواقع التي يسيطر عليها تنظيم داعش في بني غازي، ما أدى إلى إصابة قياده في التنظيم أحمد حسن المشيطي. أعلنت الإمارات انتهاء الحرب عمليا بالنسبة لقواتها في اليمن، وأن بقاء قواتها هناك يأتي في إطار عمليات مكافحة الإرهاب. كانت قوات الجيش والمقاومة اليمنية قد تقدمت باتجاه جبل الحول على مشارف مديرية بني حشيش جنوب نهم، كذلك صدت هجوما للحوثيين على مواقعها في بران وبني بارق شمال صنعاء. أعلنت الإمارات انتهاء الحرب عمليا بالنسبة لقواتها في اليمن، مشيرة إلى أن بقاء قواتها هناك يأتي في إطار عمليات مكافحة الإرهاب. وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أشار إلى أن دور بلاده حاليا هو تمكين اليمنيين في المناطق المحررة، ما يترك الباب مفتوحا أمام احتمال بقاء القوات الإماراتية في اليمن لتولي تأمين محافظة حضرموت ومدينة عدن الاستراتيجية بجنوب البلاد. ميدانيا قال مسؤولون أمنيون في اليمن إن القتال في عدد من الجبهات بين الميليشيات الحوثية والقوات اليمنية أسفر عن مقتل 48 شخصا على الأقل خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى حوالي 65 شخصا أصيبوا في مناطق متفرقة بالبلاد.
وعلى الصعيد الإنساني، أكدت منظمة الصحة العالمية أن العمليات العسكرية التي تشهدها اليمن والقصف على الأحياء السكنية والبنية التحتية والمستشفيات أدت إلى مغادرة 1200 من الكوادر الطبية التابعة لعدد من المنظمات الدولية العاملة بالبلاد. وأوضحت المنظمة أن الصراع الدائر منذ حوالي 15 شهرا أدى إلى إغلاق 50% من المرافق الصحية في اليمن، كما أن الباقي لا يعمل بصورة كاملة. وأضافت المنظمة أن الميليشيات تفرض حصارا خانقا على مدينة تعز، وتمنع وصول المساعدات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية إلى بعض المستشفيات التي ما زالت تقدم خدماتها للمدنيين. نشرتنا تتواصل معكم وفيها بعد أخبار الاقتصاد. تقييم جديد للوضع في أفغانستان يقدمه القائد الجديد للقوات الأمريكية في كابل بعد إعلان أوباما منح القوات سلطة موسعة لمهاجمة طالبان. لجنة التحقيق المصرية في حادث طائرة مصر للطيران تؤكد العثور على مسجل بيانات قمرة قيادة الطائرة المصرية المنكوبة في البحر المتوسط. الحكومة الفلسطينية تحذر من استمرار الإجراءات الاستيطانية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة. ساركوزي يؤكد ضرورة عقد مؤتمر دولي موسع لإعادة إعمار سوريا، ويحمل الأسد مسؤولية سقوط 250 ألف قتيل وتشريد الملايين. والآن وصلنا معا مشاهدين في هذه البانوراما الإخبارية إلى أهم أخبار المال والأعمال مع الزميلة مجد القاضي. ريهام الديب، شكرا لك وأهلا بكم مشاهدينا في وقفتنا الاقتصادية. وفيها ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم، ورأس المال السوقي يربح نحو 1.4 مليار جنيه. أهلا بكم مجددا. عودت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس بعد تراجعها على مدار 4 جلسات، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 1.4 مليار جنيه، ليصل إلى 399.1 مليار جنيه، وبلغ حجم التداولات 443.7 مليون جنيه. تبحث اليوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برئاسة محافظه طارق عامر أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. يأتي هذا في حين سجلت معدلات التضخم الأساسية وفقا لمؤشرات البنك المركزي المصري ارتفاعا خلال شهر مايو إلى 12.23% بزيادة نحو 3% عن مستويات شهر إبريل السابق عليه، الأمر الذي من المتوقع أن يشكل محددا أساسيا في قرار البنك بالنسبة لمدى تجديد السياسة النقدية لكبح التضخم. كانت لجنة السياسات النقدية قد ثبتت أسعار الفائدة في 28 من مايو الماضي للمرة الأولى بعد رفعها بنسبة 1.5% في منتصف الشهر. أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان أنه سيتم يوم الاثنين المقبل فتح باب الحجز بالموقع الإلكتروني لمرحلة جديدة بمشروع بيت الوطن لأراضي المصريين بالخارج ولمدة 3 أسابيع، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على طرح الأراضي المتبقية بالمشروع بمدن القاهرة الجديدة 6 أكتوبر
بدر، أسوان الجديدة، أسيوط الجديدة، دمياط الجديدة، قنا الجديدة. وأوضح مدبولي أنه سيتم أيضا فتح باب الحجز لجزء من الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمشروع